أسكليبيوس معا من أجل الصحة. إننا نعد من الرواد في مجال إدارة المستشفيات الخاصة في ألمانيا. بوصفنا شركة عائلية تعمل في مجال الصحة، فإننا نتحمل مسؤولية تجاه مرضانا ومستخدمينا وتجاه المجتمع. وهكذا تنمو مؤسستنا باستمرار منذ تأسيسها منذ ما يزيد عن 30 عاماً، ويعمل لدينا أكثر من 45,000 مستخدم يومياً في قرابة 150 مؤسسة صحية من أجل رعايتك. وبهذه الطريقة يتلقى المرضى لدينا أحدث علاج طبي وأفضل رعاية متميزة، ويستند نجاح مؤسستنا على الجودة الطبية وعلى الإبداع الدائم والمتجدد وعلى المسؤولية الاجتماعية. يشكل الطموح الدائم لتحقيق أعلى جودة طبية الحجر الأساس لسلامة مرضانا. فعلى سبيل المثال، نستخدم في جميع مستشفيات أسكليبيوس قائمة مراجعة تتشابه إلى حد كبير مع تلك المستخدمة في رحلات الطيران الجوي قبل وأثناء وبعد إجراء العملية. ففي إطار هذه المراجعة يقوم طاقم العمليات قبيل الشروع في إجراء العملية مرة أخرى بفحص بيانات المريض والآلات المجهزة للعملية وأمور أخرى هامة. ولسلامة مرضانا نعلق أهمية كبيرة بالطبع على نظافة مطلقة، لذا فإن للتدريب الدوري للعاملين معنا أهمية كبيرة. يتم تحليل وتحسين الكفاءة الطبية في مستشفيات أسكليبيوس بصفة دائمة. ومن البديهيات لدينا على سبيل المثال طلب رأي طبي آخر. ويتم أيضاً دعم التبادل العلمي بين زملائنا داخل وخارج المستشفيات حتى نتبادل المعرفة ونصل للأفضل. ويعد تجنب الأخطاء من الأولويات المطلقة لدينا، وفي إطار نظام إعداد التقارير المتعلقة بالحوادث الحرجة يتم التبليغ عن الأخطاء الوشيكة دون فرض عقوبات، ويتم التقصي عنها بصورة هادفة، ونجد سوياً حلولاً لتجنب وقوع هذه الأخطاء الوشيكة في المستقبل. وتنال ثقافة الأخطاء الواضحة هذه رضا العاملين معنا، حيث إن هذا الرضا بين العاملين معنا يمثل عاملاً هاماً في شفاء مرضانا وفي نجاح عملنا. وهدفنا المشترك هو أن نصبح أفضل مؤسسة صحية على الإطلاق. إن الإبداع هو مفتاح التقدم، والمكاسب بالنسبة لأسكليبيوس تستثمر مرة أخرى في التحديث على جميع المستويات. وبهذه الطريقة تتصاعد بصفة دائمة جودة الإنجازات الطبية، وتبقى البنية التحتية لمؤسستنا هي أفضل حال لها، وهذا يترك أثراً طيباً سواء لمرضانا أو للعاملين المؤهلين لدينا. المسؤولية الاجتماعية. نعلم أهمية الترابط الأسري والوظيفي، لذا فإننا نقوم بدعم العاملين معنا في التوازن بين البيت والعمل. وفقاً لمفهوم التوازن الصحي، فإننا نقوم بدعم صحة العاملين معنا بعدد لا بأس به من العروض، من ذلك برنامج أسكليبيوس النشط. ومن خلال استبياناتنا الدورية والمتعلقة بالعاملين معنا نتعرف على أحوالهم وما يهمهم. وبفضل القدر الكبير من إجراءات التأهيل والتدريب المستمر، فإن إمكانيات التطور الفردية متنوعة ومتميزة للغاية. ويساهم في ذلك أيضاً حجم مؤسسة أسكليبيوس، حيث تغطي طيفاً واسعاً من الخدمات، تبدأ بطب الطوارئ وتنتهي بمنشآت إعادة التأهيل الصحي، وهي تضم مستشفيات متخصصة ومؤسسات الرعاية الأساسية والعامة والقصوى. أسكليبيوس تعني الجودة الطبية والإبداع الدائم والمتجدد والمسؤولية الاجتماعية. والإنسان هو أمانة في أعناقنا، سواء كان هذا مريضاً لدينا أو عاملاً معنا.